لك يا عميد اهلا وسهلا بنجمتنا شرفي عدي شرفي عدي مدي عدي اكيد عندك خبريه حلوه حلوه وبس لك كلي بطعم قد ما بدك مدي ايديك شكرا يا ستي عاصي وقع معنا مين عاصي الحلاني لك لا عاصي حداد مخرج اللبناني المعروف مين وهان ماني سمعاني فيه مديا بزعل منك عاصي حداد مو سمعاني فيه ولك هذا اهم مخرج منوعات بالميدل ايست برنامج جاجا ما بتعرفيه قعقعه بالمصري ما بتعرفيه ايش شبو هو المخرج تبعه بعدين اخذ عليه جوائز جائزه الفوكس موركس بوكس وغير هيك اهم برنامج منتدى شو اسمه الفن والساسه عن جد جود لك عمو جود هاي مدي اللي بعرفها ولك هذا مثل الزبديه الصيني وين ما بدي ايه برن 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 الو ايوه مين معي عاصي مين معي عاصي حدا لكن شو بدي اياك الله يوفقك تروقي لي حالك وتذكريه منيح هاد شو اخرى هذا بيخرج منوعات بيخرج طبخ بيخرج نكات بيخرج صدى الملاعق هذا غير برنامج الميكس شو هي برامج ميكس لك يعني خلطه خلاط فن ورياضة اقتصاد ودراما دراما و... ونكات نكات وطبق يعني ما لهاكي هذا إذا أنت شايفه منيح خلاص لك منيح وبس ولك هذا رح يرفع لك اسمك لفوق للسماء لك هذا بكرة بدي يساويكي كلام الناس حديث كلام الناس لبي آخر ولا يد حديث الناس كلها هذا لك شو لك مديا مديا طيب إمتى رح نجتمع فيه أنت بتعرفيني دمي حامي بحب دق الحديد هو حامي بحب القصص دغري تصير ما بحب اصفن وفكر وفكر واصفن اليوم بتجهزي لي حالك حتى نعمل جمعه ونقعد نحكي بالمواضيع كلياتها ها اوكي اتفقنا ولا شو هالاجتماع الطارئ مايا شو بقى مايا لحد هلا ما في شيء بس ممكن يصير فيها شيء كتير وكتير كمان شيء مثل شو ممكن تشرحي لنا الموضوع اكثر بعد ما تركت مايا شغل كان عندي امل اني اقنع سامر يرجعه ايه بس اليوم خلص انتهى كل شيء وسامر وقع مع مخرج جديد ما يعرف لا لسه لو عرفاني كنت جبتكم لهون حرام اكيد هلا حالتي رح تتأزم كثير اكيد رح تتأزم لازم نفكر بطريقه ما نخليها تتأزم انا لقيت الحل خليت اشتغل عند هنادي بالمكتب بلا شو؟ أنا بقنعهم بشو بدك تقنعيها؟ اشتغل معك بالمكتب شو عندك الوحدة مصدومة ومرضوضة نفسياً بكم جيبوها فيشو عندي بالمكتب؟ فيشو غرفات حسابية ولا مركز رعاية اجتماعية؟ لسا كل وحدة هنادي شو قصدك؟ شو قصدي؟ يعني قصدك أنا بدي رعاية اجتماعية ما هيك؟ وانتي شو دخلك؟ ما أنا موظفة عندك هلا بلا وبلا خلونا بمايا ليش شو بها مايا؟ هنادي صبايا عشان الله هلأ لازم نلاقي حل مايا ما بصير تضل قاعدة بلا شغل إذا ضلت قاعدة بلا شغل حالتها كتير رح تتأزم حرام إمبوسيبل هلا هيك بيقولوها إمبوسيبل دخيل ذكائك أنت التانية وبلكي ما لقيت الشغل بسرعة دوري شو الحال؟ أنا برأيي ما أنه هنادي ما بدك شغيلة عندك يعني ما نحس أنه قاعدة بلا شغل شغل قدامه وخصوصي شغل مجال يعني أنا ماني فهمان ليشوت يعني إنهم مايا بنت ذكية متوازنة فهيمة متماسكة مو مثل صبايا قوموا خلونا نروح البيت هلأ بتكون مايا كتير من دايقة بلا ما شاء الله ايه حبيبي عن جد أنا سو سوري عن جد كنت كتير 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 متوترة تسامحني؟ اوكي مايا الله يعينها عن جد حالتها كل ما عم تصعب ما عم بقدر سامح حالي لأنه أنا السبب اللي صار فيها ميدو ما بينا عم تحكي؟ أنا؟ مع فادي ايه يلا سكري بسرعة لأنه عاملة سنية بشمل بدي أكيد توقي انتي؟ ايه انا عاملت هلا بتذوقي بتحكمي بس لا خلص تليفوني اوكي خلص هاتي خلصيني الو هاي فادي ليك فادي ميدو بعدين بترجع بتحكي معك لانه ناكل هلا بالشمال اوكي يلا باي
في خلي لك اياهم بهالطول ولا احصل لك اياهم شوي؟ لا لا ماي خليهم مثل ما هن، خف لي ايدك شوي. اوف يلا ولا يهمك عم تدعي بكون خالصين. فهيمي يا مبروك المخرج الجديد. وشو عرفك بقصة المخرج الجديد؟ ميديا القناة كلها مطبولة بالخبر وكلهم عم يستنوه ليشهر. ايش بيعرفوه؟ عاصي حدا بدهم يعرفوا، ايش سمعته بتشبهه وين ما راح. طيب شو بتعرف عنه؟ أنا اللي بعرفه إنه هو من أهم مخرجي الكليبات والمنوعات ببيروت. بتعرف؟ أنا بحياتي ما شفت شيء من شغله. إيه؟ له كثير برامج مشهورة، هو اللي عامل برنامج زقزق وهلا عم يحضر لبرنامج اسمه نانا. ايه هذا البرنامج بعرفه. ايه وشو كمان عنده؟ كان في فيديو كليب هلا عم حضر له اسمه حبيبي بحب الايس كريم. اي اضرب هو هالغنية. لا ميديا هاي الغنية بالذات كسرت الدنيا. ايه بحياتي ما سمعتها. حبيبي بحب الايس كريم، حبيبي بحب الايس كريم. عندي اياها اذا بدك احط لك اياها. لا لا ما تحط لي اياها. بتعرف ماي؟ على قد ما سمعت عن عاصي حداد صار عندي كتير فضول كبير اني اشوفه. وانا عندي نفس الفضول صدقيني، اذا تشوفه انت نغمى علي. يلا مايك كتير صار ايدك تقيلة. صدقيني انا عم بشتغل باقصى سرعة، يعني اذا عم هيك ما عم بزيد. شوفي لي هون وحدين. اوكي ماي. تيجي ميك درايف. بمزح معك. اوكي سيد عاصي ميديا البنت المدللة عنا بالمحطة. لك ميديا مدللة عقلوبنا كلنا. ميديا 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 ميرسي كلك ذوق. بليز بليز ميمي بدي هيك ترفع الكلفة اللي بيني وبينك وتكسري جبل الشك. عيطي لي عاصي. اوكي as you like. جمالكم بهالمناسبة هلا جمالك وجمالي خلينا نطلب اكل والله متنا من جوعنا. ما في مانع اساسا انا ما فيني ناقش اذا كنت جوعان. مثل معيتك هسا الجو معيت شواربك بدنا تشكيلة هيك لحمة وما لحمة كسكالية كاو وما كسكالية كاو كذا والقصصي بحباشاتك توصى ما بدك توصاي. مسيو سامر سيلفو بلي أنا ما فيني أكل إلا على ذوقي. اطلب بدك يا حدا ماسكا بليز. بدي قطعة تي بون ستيك عرفتها هيدي اللي هيك عرفتها مش هيك؟ وبتقله للشيف بدي إياها ويل دان خليه يقلب لي إياها على الجريل يضلوا عم بيقلبها ما بدي أشوف ولا نقطة دم فيها. شو الصوص اللي عليه الصوص؟ هي اجمالا ما بيحطوا لها صوص بس بدي صوص على جنب. بليز بدي مشروم صوص وخليه يخلطوا مع شويه خردل. وبالنسبه للسلطين الخضار المسلوقه خليه كتر لي البروكلي. ميمي انا بنصحك انك تدوقي هالطبق، هيدي التيبون ستيك بياخذوها من كتف العجل، اطيب ستيك بالعالم. مع اني على طول بعمل دايت بس اوكي بنجرب. واضح انك خبير بالطبخ. بدون غرور انا لو ما عملت مخرج كنت بدي اعمل ذواقه، كنت بدي اعمل شيف. عمي وانا هي جملتي توم بس انا بلا صوص ما بدي صوص. اعمل لي اياها باللحمه العادية هيك بيعمل باللحمه بتقلبها الله يرضى عليك بس بسرعه والغيون هذيك بس نزل حباشات وصلصه خضراء وما خضراء. اهلين سيد عاصي انتبه وما تجيب لي اي قطعه ستيك انا بنقرا من تحت الارض. بدي ستيك اللي فيها عظمي على شكلتي والا بضرب عن البرنامج بضرب عن الطعام. ها بتحب تاخذ شيء سلطه؟ ما بليز جيب لي سيزر سالاد وخليه يكتر لي الكروتون وجيب لي على جنب شوية قطع بالميتو مع صوص أبيض. والله بتعرف شو عمال من كل شغلة هي ثلاثة يعني لا ثلاثة. لا لا بلا ثلاثة اثنين أنا عم بضيف. بلا دايت بلا بطيخ خلص معي ما بدنا إياه. يعطيك العافية. ميمي بدي أسألك سؤال. سيبينا من المزح هلا وخلينا نحكي جد. أنت بتعرف تطبخي شيء؟ إيه لكن بعرف أطبخ. بعرف أطبخ بيض وسلطة وسباكيتي. هيدي هي سباجيتي. ايه انا سباجيتي بطبخها ب 253 طريقة. يا ريت تعرف تخرج قد ما بتعرف تطبخ.